مشاهدينا الحلوين الطعمين اللزاز، اهلا وسهلا بيكم. يلا بينا على طول نبتدي رحله جديده من رحلاتنا يا رب السعيده دايما. تعالوا النهارده نتعرف على الاسرتين اللي معانا على طول، ونبتدي بالاستاذ الفنان الصغير جايدن. ازيك يا جايدن؟ كله تمام. عامل ايه؟ كله تمام. انت عارف ان انا اتفرجت عليك في عرض مسرحي؟ اه شفتك، يعني فنان فنان يعني. شكرا. دي اول مره تمثل فيها كنت؟ اه كانت اول مره. اوكي، طب انت عندك كام سنه بقى؟ عرفنا على نفسك. 7. طب انت 7، اخبارها ايه معاك؟ حلوه؟ اه حلوه. تمثلت بقى وانت 7 وبتاع؟ اه بقيت نجم يعني. من 6. من 6. من 6. انا نجم من 6. اوكي ماشي. جايدن بقى النهارده جايب معاه الكوزن بتاعته او بنت خالته، صح؟ اه علشان اخوك صغنن قوي. ايوه مش هيقدر يعني. ايوه بس انت وبنت خالتك صحاب بقى وبتلعبوا دايما زي الاخوات. أيوة مع بعض دايما 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 دايما. هلو يا بيرلا. هاي، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عرفينا على نفسك اكتر بقى. عندي 11 سنه. اوكي. اولى اعدادي. بلعب باتيناج في نادي وادي دجله. نايس، فريق باتيناج. برافو. ماشي. مامة جيد. اه كريستين. كريستين وخاله بيرلا. وخاله بيرلا. والخاله والده عادي. يعني والده جدا، هي بنتي الاولى. والده قوي. ايوه دي بنتي فعلا. يا ربنا يخليكم لبعض. بيرلي ولا بيرلا؟ بيرلي. بيرلي. طب وسايبيني اقول لك بيرلا ليه؟ ماشي قولي لي بقى، بتشتغلي؟ انا بشتغل انجلش تيتشر. تيتشر يا حياتي. اه بقى لي كتير في الكارير ده. هو اتس فيري نايس يعني. طب وانا في نيرسري، فانا جايه النهارده يعني ايه في المود قوي. كل الحاجات دي انا كل الحاجات دي هرشاها ودايساها. اه يعني هيبقى شكلي وحش قوي لو خسرت. لا ان شاء الله مش هتخسري بقى. ان شاء الله يعني. ان شاء الله. ان شاء الله يا كريستين. اورايت. رب الاسره بقى. انا جورج. هاي جورج. هاي. انا سينيور اتش ار اوفيسر في ماشي. شركه في المجال المالي. اوكي. كريستين مراتي، جايدن جايسون، بيرلي طبعا بنوتتنا، بنوته العيله الصغنطوطه الاولانيه خالص. فدي دي الحته السبيشال في قلبنا كلنا، علشان كده اخترنا بيرلي تبقى موجوده معانا. يا روحي. لا ان شاء الله يعني تقضوا رحله سعيده معانا. نبتدي بقى بالاسره الثانيه اللي كلها فنانين صغار وكبار برضو. استاذه ساره، صح؟ قولي لنا عندك كام سنه بقى يا استاذه، وعرفينا ان انت فنانه ازاي بقى. قولي لنا. انا عندي 8 سنين وداخله سنه تانية. اه وبتمرن باليه مع بابي. اه بحب التمثيل. يا ولد، ومثلتي قبل كده؟ ان شاء الله هتمثلي زي جايدن ان شاء الله. بس انت باليرينا بقى، طلعتي حفلات وكده ولا لسه؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا روحي ان شاء الله. الاستاذ يوسف فنان مختلف بقى. اه اديني بقى. عندي 11 سنه. اه وداخل سنه رابعه. رابعه ايه؟ رابعه كونسير. كونسرفاتوار. ايه بقى بتدرس انتوا؟ معرفش بقى عندكم كونسرفاتوار من بدري بتدرسوا الات معينه تتخصصوا ولا ايه؟ يعني الدكاتره بيخصصونا، بيعملوا لنا كده اختبارات ويخصصونا. يعني انا داخل كمانجا. كمانجا يا سيدي. عارف قد ايه صعبه الكمانجا، صح؟ بس انت قدها وقدود ان شاء الله. وبتغني طبعا. بتغني بقى ايه؟ في كورال؟ اه في كورال قصر ثقافه الجيزه. يا ولد ما تسمعنا حاجه؟ ماشي. طب ما تسمعنا كده، نبتدي كده، نبتدي على طول. الحلوة دي قامت تعجن في البدية. ودي كبير جدا كوكو كوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صنايعية، اجعل صباحة صباح الخير يا اسطى عطية. يا سلام. صباح يا غلوب يا بيت. الله صوته جميل جدا جدا. لا ده احنا هنستغلك طول الحلقه بقى معانا. ماما عبير. عبير. انا جاي العب. انا جاي. انا جاي العب. انا جاي العب. ايوه انا جاي العب. انا ان شاء الله تلعبي وتقضي وقت حلو. ان شاء الله باذن الله. اهلا يا دكتور. هو مش دكتور عشان ما يبقاش انت حد شخصي. والله ما يبقاش انت حد شخصي. استاذ. طيب انا مدرس باليه. مدرس. اوكي. ومصمم استعراضات. ما شاء الله. وبحرك عرايس بعد الظهر. الله. طب يعني. ده انت في ده انتوا يا جماعه في المكان الصح النهارده. اه طبعا. يعني مش حاسس بغربه خالص. ده انا انبسطت. احنا كلنا انبسطنا اصلا. الله. هي الوحيده دي اللي كانت مرعوبه عشان ما لا 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 ده اكتر واحده هتتبسط فيكوا. ايوه انا اكتر واحده هلعب. انا اكتر واحده كله. طب اهي جايه ومحدده. بس في معلومه بقى اتكلمنا فيها ونفسي تشرحها لنا اكتر. كنت بتلبس عرايس. الله يرحمه استاذ رحمي. أوه؟ اللي عامل بوجي وطمطم. بوجي وطمطم طبعا. ايوه معلومه يمكن ما حدش كتير يعرفها، ان اغلب اللي بيحركوا بوجي وطمطم في كل المسلسلات ناس من معهد الباليه. اوكي. اه
هو كان معلومه فعلا جديده. هو كان بيختار بتوع الباليه علشان يحركوا العرايس. لان عندنا احساس بالايد والحركه والموفمنت. ولو في العروسه بتعمل رقص او استعراض فهنعرف ازاي نخليها ترقص. اوكي. فانا كنت من ضمن المحظوظين. من الاطفال اللي بيلبسوا بوجي. يعني الله. هي كانت رايحه لحد صديقي واعتذر فاتكلمني في التليفون. الله. وقال لي تعالى روح. انا كنتش عارف انا رايح ليه. فجاه لقيت بوجي. كنا في استوديو في مبنى الاذاعه والتلفزيون. وفجاه لقيت نفسي بلبس ماسك بوجي وبتاع وكان كنت هموت وابقى الله. يعني حاجه الحمد لله والشكر دي حاجه لذيذه جدا. فأنا جدا طفل كنت بلبس جداً. ماسك بوجي في اي حته يعني حاجه حلوه قوي. انا بصراحه كنت بحب بوجي وطمطم وانا صغيره جدا 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 وما زلنا. وسعيده ان حضرتك معايا. انا معايا حد كان بوجي وهو صغير. طيب يلا جاهزين. طيب قبل ما نبتدي الاسئله بتاعتنا نحب نتعرف اكتر واكتر عليكم ونحب نعرف اذا كنتوا انتوا عارفين بعض كويس ومتواصلين مع بعض كويس ولا لا. نشوف بقى على طول ليه ابتدينا نهرش ونبص لفوق ونتوتر وكده اهو. يلا نسال على طول. جورج قول لي اكتر خروجه جيدن بيحب يخرجها. النادي. النادي صح يا جيدن؟ صح صح. اكتر ممثل يوسف بيحبه. بصراحه مش عارف هو بيحب مين الممثل. هو يوسف بيحب اي حد بينط في اي حته يعني. قول طب اسم يمكن يطلع هو. تامر حسني. يا راجل تامر حسني كمطرب وممثل يعني. قالوا يا راجل احنا جايين نتعرف على بعض النهارده. لذيذ قوي. طيب اوكي ماما قولي لي بيرلي اللي هي بنوتك الكبيره بقى والاولانيه الحب الحب ايه احسن لون ايه او اكتر لون يعني مفضل بالنسبه لها؟ هو اكيد مش بينك. اوكي اكيد مش بينك مع انها لابسه فوشيا. يعني عشان انا مختاره لها لكن هي اكيد مش بينك. اوكي. بتحب اورنج صح؟ بص بلو ازاي؟ الله الله وايت. لونك انت لونك انت المفضل. فوسفوري فوسفوري ذيس از اور كولر. فوسفوري فوسفوري قالت لك بعد كل الالوان فوسفوري فوسفوري. ده يعني سبيشالي لينا احنا الاثنين. فوسفوري اوكي يا ولد فوسفوري سبيشال. ها ماشي اوكي. ماما قولي لي ساره بتحب تاكل منك ايه اكتر اكل؟ بانيه. ده بجد يا ساره؟ بانيه فعلا؟ النبي جميله وردنا باي حاجه كده وحلوه. ماشي جيدن قول لي بابا مين اكتر حد بيكلمه في التليفون؟ اما المديره بتاعت شغله نهلا. نهلا موسى. اوكي ده حقيقي؟ لو سمعنا طبعا انت فضحتي. لا تحيه لمدير الشغل بابا. اوكي ساره قولي لي بابا ايه اكتر فيلم بيحبه جدا كل ما يجي لازم يتفرج عليه او مسلسل؟ بيحب الحاجات الاجنبيه. يعني ايه فيلم مثلا ولا ايه؟ الافلام زي الايه مثلا؟ رعب اكشن رعب كوميدي. بابا بيحب الرعب. بابا بيحب الرعب؟ بيحب الحاجات الرعب. بس احنا ما بنتفرجش جنبه صح؟ لا انا بحب اتفرج عليه. هما بيحبوا يتفرجوا على الرعب وبعدين يجوا يناموا معانا في الاوضه بعد كده. الله طب يعني طب بنعمل كده ليه من الاول؟ اوكي طب بلاش نعمل كده يعني ناخد بالنا كده نوم هنيء للاطفال اللذيذه وبتاع. ماشي اوكي واضح ان احنا عارفين بعض كويس قوي يا جماعه سواء الاسره دي او الاسره دي فنعدي المرحله دي علشان مش عايزين احراج اكتر من كده.